أريد أقول لك منو إحنا. إحنا العراقيات، إحنا أصل تكوين هذه الحضارة وأصل تكوين هذه الأرض. في هذه الحضارة طلعت الملكة سميرة ميس أول من علمت الإنسانية كيفية التزين وكيفية ارتداء الملابس وكيفية تنسيق الألوان. اليوم العراقية على مر العصور خرجت أجيال من الأبطال ومن المدافعين عن الأرض. ما من الممكن أن تقبل بسن قانون يحرمها من إنسانيتها. هذا مقترح قانون ملغوم يا إخوان. اليوم الشعب والناس البسطاء يقرون الظاهر إلهم، لكنهم ما يعرفون ما وراء سطور هذا المقترح. ما وراء سطور هذا المقترح ليس فقط تزويج قاصرات، وإنما يحق للأب أن يزوج ابنته ولو كان عمرها يوم واحد، لأن بعض الآراء الفقهية في المذهب الجعفري تسمح بهذا الفعل ولا تجرمه. زين، أنا اليوم إذا ما جرمت زواج القاصرات، من اللي راح يحمي الطفولة من أب منحرف؟ منو راح يحمي البنات من آباء متعاطين؟ يعني احنا اليوم رغم تجريم زواج القاصرات، هنالك اباء باعوا اطفالهم لانهم متعاطين، هنالك امهات باعوا اطفالهم لانه هي منحرفه اخلاقيا او ما الى ذلك. احنا اليوم رفضنا لانه هذا قانون ملغوم ويعتبر بدايه نشر الوباء وبدايه كارثه تهديم هذا المجتمع. هذا القانون يحرم المراه من انسانيتها، بل ويسحق انسانيتها ويحرمها من حقوقها، ويجعل المراه مجرد اداه ووعاء للجنس وحمل الطفل فقط، وهذا مرفوض للعراقيات. احنا ضد اي تعديل يمس المجتمع والأسرة العراقية ويدمرها ويدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها. مثلا هم تحججوا بالمادة 41. المادة 41 معمول بها، يعني مو فد شيء غريب. يعني هسه من يروح اي واحد يعقد بالمحكمة يقول له انت تريد اي عقد؟ تريد جعفري؟ تريد حنفي؟ فماشي الشغلة. ثانيا احنا احرار، فعلا احرار، انا اعتقد بقوميتي، اعتقد بمذهبي، اعتقد بديني، اوكي. لكن ما يبغونه غير ذلك، يبغون ان تكون محاكم للمذهب الجعفري ومحاكم للمذهب السني ومحاكم لليزيديين ومحاكم للمسيحيين. هاي مو منطقية. احنا سابقا طرق هذا، وكان موقف مجلس القضاء الاعلى وموقف السادة القانونيين راقي ورائع في ايقاف هذه العملية. منذ فترة هم دعوا بتغيير، وكل سنة من 2017 ولحد الآن هم يدعون بتغيير المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959. لكن الآن بصيغة أخرى، الآن الصيغة تخريبية شمولية. احنا صح كما قال النائب رائد المالكي، ما ذاكر بفقرة تزويج الطفلة، لكن لو نرجع إلى أمهات الكتب وأمهات الفقه الموجود، لا بأمور كثيرة، بتزويجهم 9 سنين وبغيرها وغيرها، ما أريد أحكي على الهواء مباشرة. فلذلك وقفنا ضد هذا التخريب وليس التعديل للأسرة العراقية والمجتمع العراقي. كان الأولى بهم أن يرجعون إلى مشاكل العراق الحقيقية، مشاكل المخدرات، مشاكل حقوق الإنسان في العراق، مشاكل الخدمات اللي هي مدى يدبره، كهرباء مدى يدبره، يجوني على قانون. أخي ارجعوا على قوانين تهم المواطن، تفيد المواطن. قانون قوانين كثيرة، أنت أي تروح أي دائرة تتبهذل بيها، أي مواطن يدخل أي مراجعة دمار، أي مواطن دوار القانونية التنفيذ العدل، كثيرة من الأمور. قانون العفو، قانون العنف الأسري، ما حد إجا يمه. قانون النفط والغاز، خلنا ناخذ حقوقنا بنفطنا، ليش دا يروح بالمؤنة، وغيرها وغيرها. نشكر طبعا احنا كنا على قناة رودا، ونشكركم ايضا، ونشكر ائتلاف الكردي في البرلمان العراقي لوقوفه وقفة مشرفة. حقيقة هو اجحاف بحقنا كنساء عراقيات نمر بهيك قرار ممكن البرلمان يسننه. يعني احنا عيب واقفين هنا نذكر البرلمان انه زواج القاصرات شيء سيء ومجحف بحقنا، عيب هنا واقفين ونقول لهم اعطونا حقنا بالميراث ولا تسحبوا من عندنا. هذا القرار والتعديل هذا ضرب كل منظمات المجتمع المدني، صار سنين تشتغل عرض الحائط، ضرب الاتفاقيات الدولية العراق موقع عليها عرض الحائط، بدلا من تسنين قانون جيد وقانون مثل قانون العنف الأسري لمساندة الأطفال والنساء. البرلمان قرر يسن ويعدل لنا قانون الأحوال الشخصية اللي كان منصف وطبيعي. احنا نطالب إلغاء هذا المقترح أولا، وإذا كان اكو أي تغيير لقانون الأحوال الشخصية يكون للأحسن أكيد، مو للأسوأ، لأن احنا ما نريد نرجع قرون للأسوأ. شكرا لحضرتك.